الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. ثم أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بإذن الله عز وجل اليوم بدنا نشرح The genetic basis of antibody structural. الآن بداية يا إخواننا، قبل ما نخش، الانتيبادي عبارة عن two light chain and two heavy chain. تمام. اللايت تشين يا إخواننا بصنحها لحال، والهيفي تشين بصنحها إيش يا إخواننا المحترمين؟ لحال. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن يا إخواننا المحترمين، في جسم الإنسان 10 بيقدر يصنع 10 أس 15 إلى 10 أس 18 أنتي بادي مختلف. لاحظ، في جسم الإنسان بيقدر يصنع 10 أس 15 أنتي بادي مختلف. يعني يا إخواننا، مش يعني طبعا، أو بيقدر يصنع 10 أس 15 تي سيل ريسبتور. الآن يا إخواننا، أصلا مين اللي راح يقوم في وظيفة البي سيل؟ هو الأنتي بادي. طيب مين اللي راح يقوم في وظيفة التي سيل؟ هو الريسبتور تبع التي سيل. تمام. فطريقة إنتاج الريسبتور تبع التي سيل أو الأنتي بادي تقريبا متشابهة. يعني لما إحنا نقول والله هذا الأنتي بادي بتصنع كده، أو لما أقول التي سيل ريسبتور بتصنع كده، يا أخوانا تقريبا متشابهة. يعني جسم الإنسان بيقدر يصنع 10 أس 15 تي سيل ريسبتور مختلف، كل واحد مختلف عن الآخر، كل واحد من العشرة أس 15 من هدول الريسبتورات أو من هدول الأنتيبادي إلو سبيسيفيك إبيتوب معين، حفزه سبيسيفيك أنتيجين معين. يعني إيش قصدي في هذا الكلام؟ مثلا يا أخوانا، رقم خمسة نعتبر رمزه إكس. مثلا مش أنا قلت لكم 10 أس 15 من الأنتيبادي أو من التي سيل ريسبتور؟ مثلا رقم خمسة نعتبر رمزه إكس. هجيت هذا الإكس، تمام، أو مثلا إكس واحد، تمام، آسف، إكس خمسة. هذا الإكس خمسة يا إخواننا ممكن يكون فيه مليون number of إكس خمسة. يعني إيش ما فهمناش؟ عدد أنواع الريسبتورات أو عدد أنواع الأنتيبادي 10 أس 15، لكن كل نوع حيكون ملايين من النمبر موجود في جسم الإنسان. كل نوع موجود ملايين، تمام؟ طيب الآن أصلاً يا إخواننا، عدد الجينات تبعت الإنسان كلها 100,000 جين. 20,000 جين بيساهموا في تكوين الريسبتور أو الأنتيبادي. طب واحد سأل سؤال، طب ما هو يا إخواننا كل ريسبتور، كل نوع، أنا بتكلم كل نوع من الريسبتور بده جين، كل نوع من الأنتيبادي بده جين، وبالتالي أنت عندك 20 لـ 25 ألف جين بيساهموا في صناعة الأنتيبادي، وبالتالي كل جين بده يعطيني ريسبتور أو أنتيبادي مختلف. فعشرين ألف جين، 20 أنتيبادي مختلف، 20 ريسبتور في التي سيل مختلف. طب انت عندك 10 أس 15، انا قاعد بقول 10 أس 15، فيخوانا كيف جينات قليلة بتصنع ريسبتورات 10 أس 15 او بتصنع 10 أس 15 أنتيبادي؟ كيف؟ تمام، هلقيتي، هو هذا درسنا اليوم بإذن الله عز وجل. الآن زي ما قلنا يا إخوانا، في جسم الإنسان الواحد بيقدر يصنع 10 أس 15 ل10 أس 18 different. بالله عليكم علموا على different immunoglobulin أو T cell receptor، تمام؟
لكن كل واحد من هدول العشرة أس 15 بيكون أعداد مهولة في جسم الإنسان من نفس النوع، تمام؟ طيب، طب أنت عندك 20,000 جين فقط اللي بيساهموا في صناعة الأنتيبادي أو التي سيل ريسبتور، طب كيف جينات قليلة بدها تعطيني many different أنتيجين ريسبتور موليكيول؟ كيف؟ هذا يا إخواننا اللي فسره العالم الياباني، هي اسمه، تمام؟ العالم الياباني حتى أخذ جائزة نوبل. إيش اكتشف؟ قال الجينز اللي مسؤولة عن صناعة الأنتيبادي can move and rearrangement themselves within the genome. لما يصير عملية differentiation للبيسل، بداية إيش قصده في عملية differentiation للبيسل؟ بداية يا إخواننا البيسل أول ما تتصنع ما بيكونش فيها أنتيبادي. يا إخواننا ما هو الأنتيبادي؟ هو عبارة عن الريسبتور اللي موجود في البيسل، تمام؟ طيب، إذن البيسل قبل ما قبل يعني طب إيش يعني differentiation للبيسل؟ differentiation للبيسل يعني البيسل صارت تمتلك ريسبتور، صارت تمتلك إيش؟ ريسبتور، أو البيسل صارت تمتلك أنتيبادي. هذا هي عملية differentiation. وبالتالي بيقول لي أن الجين اللي مسؤول عن صناعة الأنتيبادي في مرحلة الديفرنشيشن للبيسل، يعني في مرحلة انه البيسل بدها تمتلك هذا الانتيبادي، هدول الجينات بتصير لهم يا اخوانا ري ارينجمنت وبصير لهم موف. اخوانا فقط لتبسيط المعلومة للتبسيط يعني، وليس مش قصده هيك دي العالم بالضبط، لكن للتبسيط نقول كيف. انا عندي يا اخوانا هاي الاكزونات، والله يا اخوانا لو صار لهم كودينج رح يعطوني مثلا بروتين معين، طب انت اعمل ري ارينجمنت. ايش يعني؟ يعني مثلا شيل هذا الاكزون وخلي بس اكزون واحد وثلاثة واربعة هم اللي يصير لهم ترانسليشن، رح يعطوني بروتين اخر. طيب انت شيل هذا الاكزون رح يعطوني بروتين اخر. فيا اخواننا خلينا نفهم مبدئيا انه الجين ري ارينجمنت اند جين موفمنت هكذا، تمام؟ طيب ايش قال لي؟ قال لي many different gene variable region gene can be linked في one constant region gene. ايش قصده في هذا الكلام؟ بالله عليك واجلوه بس للحظة الان، اصلا قصده في هذا الكلام هو هذا بس بطريقة مختلفة، فاجلوه، تمام؟ الان يا اخوانا قال لي هان بدنا نضرب مثال بروتوتيبيكال. ايش يعني بروتوتيبيكال؟ يعني بشكل مبدئي، بشكل اولي، يعني مش هو الاصلي، لكن هو فقط للتوضيح. بروتوتيبيكال جين كودينج لمين؟ للترانس ميمبرين بروتين او للترانس ميمبرين ريسبتور. لاحظ قال لي هان للترانس ميمبرين بروتين وليس للاميونوجلوبيولين، يعني وليس للانتي بودي ريسبتور او وليس للتي سيل ريسبتور. يعني اخواننا طريقة تصنيع الانتيبادي تقريبا تتشابه مع طريقة تصنيع التي سيل ريسبتور، فما بدي اضلني اقول اعيد هذه المعلومة، اضلني اعيد هذه المعلومة. فقال لي الصورة هان بتوضح طريقة تصنيع لترانس ميمبريني بروتين وليس الانتيبادي، لكن احنا جبناها فقط عشان تعطي لك شكل مبدئي، شكل أولي لطريقة تصنيع الميونو إجلوبيولين. بداية هاي الدي ان اي راح يتحول إلى ام ار ان اي أولي بعملية الترانسكريبشن، بعد كده بده يصير إلى موديفيكيشن راح يتحول إلى ام ار ان اي ماتيور ناضج. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. الماتيور أو الناضج ام ار ان اي رح يكون في نهايته ذيل الأدينين، بولي اي يعني اخواننا أدينين 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 ذيل الأدينين، وبيكون يتخللهم الجوانين ما علينا، بولي اي. ورح يكون في بدايته الكاب ريجون اللي هو القبعة اللي احنا كنا ناخدها زمان، هاي الفايف براين وهاي التري براين. بدي اعمل عملية ترانسكريبشن، تمام؟ اول اشي الدي ان اي بيكون عبارة عن دبل ستراند، فانت لما تعمل ترانس يعني بيكون زي كده، صح؟ كده صح؟ دبل ستراند هيك دي الدي ان اي، تمام؟ فانت لما بدك تعمل عملية ترانسكريبشن اكيد يا هتعمل للي فوق
او للي تحت، او للي تحت. يعني لاحظ هان كان عبارة عن، شايفين، دبل ستراند، يعني خطين خطين. لما انت سويت له ترانسكريبشن صار خط واحد، تمام؟ يعني اما سويت للخط اللي فوق او للخط اللي تحت. يا اخوانا الترانسكريبشن هو تحويل الدي ان اي الى ام ار ان اي، بس بيكون برايمري او غير ناضج. راح يتحول الى ناضج عن طريق السبلايسنج، انه انت تقطع الانترون. شايفين هذه الانترون، تشيلها، انه انت تشيل الانترونات وتربط الاكزونات مع بعض. هتقول لي تمام، هقول لك يا اخوانا في حاجه بيسموها الليدر، الليدر سيكونس. الليدر سيكونس تقريبا عباره عن 10 10 من ال 10 من الامينو اسيد. هدول الامينو اسيد عباره عن هيدروفوبيك، يعني هدول الامينو اسيد ما بيحبوش الميه. اذا الليدر عباره عن 10 سيكونسينج من الامينو اسيد. اصلا انتم عارفين يا اخواننا كل امينو اسيد يعني كودون، والكودون يعني 3 نيوكليوتايد. فانا لما اقول الليدر عباره عن 10 امينو اسيد، يعني قديش؟ يعني 30 نيوكليوتايد. ما علينا كثير يا اخوان، هدول الامور الدكتور ما دقش عليها كثير، لكن بدنا نفهم انه هان هو ال ان اتش 2، وهان هو الكاربوكسيل جروب، صح؟ صح؟ ما هو يا اخواننا مش هانا الامينو جروب وهانا هو الكاربوكسيل جروب. ففي 5 برايم الامينو جروب، 3 برايم الكاربوكسيل جروب، فالليدر موجود في الامينو جروب، موجود في الامينو جروب. هاي اول شيء. وقلنا الليدر عباره عن 10 من الامينو اسيد، هدول الامينو اسيد عباره عن هيدروفوبيك في الفايف برايم، تمام؟ طب ايش وظيفه الليدر؟ يا اخوانا وظيفه الليدر، بالله عليكم، وظيفه الليدر شغله مهمه جدا جدا جدا، انه يدخل هاد تمام، يدخل هذا وين؟ على الاندوبلازميك ريتيكولم، على الاندوبلازميك ريتيكولم، عشان يصير تصنيع للبروتين، عشان يصير تصنيع للبروتين. لاحظ الليدر بيمسك هذه السيكونس وبيساعدها انه تدخل في الاندوبلازميك ريتيكولم، لكن هو نفسه بيصير له كاتينج، هو نفسه بيصير له ايش؟ كاتينج ومنكبه، كاتينج وايش؟ ومنكبه. طبعا بعد كده يا اخواننا هذا راح يصير يعطيني بولي بيبتايد تشين، اللي هو عباره عن بروتين. هذا البروتين بده يطلع من الاندوبلازميك ريتيكولم، يروح على الجولجي اباراتس، ينحط في الجولجي اباراتس، بعد كده يروح على السيل ميمبرين، سواء حيكون ريسبتور، يكون انتيبادي، يكون اللي بدك اياه، تمام؟ طيب بقول لي قبل ما يدخل الاندوبلازميك ريتيكولم بيكون يحتوي على فقط سينجل بيبتايد، اللي هو بعد ما يدخل الاندوبلازميك ريتيكولم بيصير يحتوي على العديد من البيبتايد. يا اخوانا الدكتور ما دق على هذه المعلومات بشكل كبير، تمام. لكن بدنا نفهم شغلة مهمة، انه انا اول شيء سويت ترانسكريبشن، بعد كده سويت سبلايسنج، بعد كده يا اخوانا صار انا عندي ماتشور mRNA، بدي اعمل له عملية ترانسليشن، فراح يتحول الى ايش؟ بروتين، راح يتحول الى بروتين. لكن لاحظ والله هي اكزون واحد، هيو في دومين واحد، والله اكزون اثنين في دومين اثنين، طيب اكزون ثلاثة هو الترانس ميمبرين دومين، هيو الترانس ميمبرين دومين، طيب اكزون اربعة هو الانتراسيلولار دومين، هيو اللي هو السيتوبلازميك تيل، الاكزون اربعة. لاحظ هاي بداية البروتين امينو جروب، وهي نهاية البروتين كاربوكسيل جروب. الان هلقيت هذا عبارة عن ريسبتور، لكن هل هذا انتيبادي ريسبتور؟ لا. هل هذا تي سيل ريسبتور؟ لا. هذا يخونا ريسبتور اسمه ترانس ميمبرين ريسبتور، لانه بيخترق السيل ميمبرين. إلو هذا الريسبتور اكسترا سيلولار بارت وانترا سيلولار بارت وترانس ميمبرين بارت، تمام؟ وكل اكزون له منطقة معينة، كل اكزون له منطقة معينة. وهذا فقط يا اخواننا المثال عبارة عن بروتوتايب. ايش يعني بروتوتايب؟ يعني فقط للتوضيح، فقط للتوضيح، تمام؟
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن هذا يا إخواننا حناخده في السلايد هذه بإذن الله عز وجل. بداية حنبدأ نبلش اللايت تشين. بداية يا إخواننا اللايت تشين إما راح تكون كابا وإما راح تكون لامدا. إذا إما كابا وإما إيش لامدا، تمام؟ طيب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللايت تشين تو ميجور دومين، فاريبل لايت وكونستانت لايت، اخذناها برضو صح؟ تمام. الفاريبل لايت تمام يحتوي على تقريبا 100 108 او 111 ريسيديو من الامينو اسيد. تمام. الفاريبل لايت از كودينج باي تو سيبريتد جين سيجمنت، تو سيبريتد جين سيجمنت. يا اخواننا المحترمين بدنا نفهم شغلة مهمة جدا جدا جدا. الان انا عندي زي ما انتم عارفين في انا عندي فاريبل، لقيتي هذا يا اخواننا هو اللايت تشين، هو اللايت تشين. في انا عندي فاريبل وفي انا عندي كونستانت. اذا هذا بسميه فاريبل لايت تشين، كونستانت لايت تشين. تمام. هتقولوا لي تمام، زي ما قلنا هذا الدومين 110 وهذا الدومين 110 امينو اسيد او 118 او 108 او 108، يعني يحتوي على 110 من الامينو اسيد او 108 من الامينو اسيد. عشان نفهم يا اخواننا القصه بشكل كويس، انه الفاريبل ها الفاريبل لايت تشين اللايت دومين الجينات الجينز اللي مسؤوله عنه قديش؟ تقريبا 95 و13. اعيد، لقيت هذا يا اخواننا اللايت تشين، هذه كلها ايش؟ اللايت تشين. تمام. تمام. هذه الفاريبل لايت، هذه الكونستانت لايت. يا اخواننا الكونستانت لايت اما كابا واما لامدا، خلصنا. اذا لما دغري الكونستانت لايت لايت دومين اما كابا واما لامدا، تمام. لكن الفاريبل لايت تشين هلقيتي هي اللي راح ناخدها الان باذن الله عز وجل. ايش بقول لي؟ بقول لي الفاريبل لايت يحتوي على 108 من الامينو اسيد. تمام. الفاريبل لايت بيصير له كودينج بواسطه تو سيبريتد جين سيجمنت. يعني ايش قصده؟ قصده بواسطه تو حاجتين، حاج بسميها variable segment وحاج بسميها joining segment. يا اخوانا بالله عليكم ال variable segment وال joining segment هم اللي راح يعطوني variable light. واحد قال لي ما فهمناش، بقول لك تمام نوضح اكتر باذن الله عز وجل. الان انا ال variable segment تقريبا 30 وحده، يعني ايش قصده في هذا الكلام؟ برضو ما فهمناش. يعني انا عندي في عندي في عندي في 1 في 2 في 3 في 4 لعندي الفي 40 او لعندي الفي 30 حسب الكتب. اما الجي، الجي تقريبا 6 او 4. حقول عندي جي 1 جي 2 جي 3 جي 4 مثلا. هلقيت يا اخواننا انت عشان تقدر تصنع فاريبل لايت دومين بدك واحدة من الفي ومثلا واحدة من الجي. فوالله هذا هو الاسم الري ارينجمنت. مثلا لو انت اخذت في 2 وجي 4 راح يعطيني فاريبل لايت مختلف لو انت اخذت في 3 وجي 3. اعيد، انا يا اخواننا المحترمين عشان اصنع هذا الدومين اللي بنسميه variable light domain بحتاج الى v segment و g segment. ال v segment تحتوي على 95 amino acid. انا تو اتلخبطت في عدد ال 95، اعتقد قلت لكم 95 جين لكن هي 95 amino acid. اذا ال v segment تحتوي على 95 amino acid، ال g segment تحتوي على 13 amino acid. فانت بدك في واحدة وجي واحدة عشان تحصل على قديش؟
عشان تحصل على 108 امينو اسيد. طب ما هو 108 امينو اسيد مش هو عبارة عن هذه كلها؟ مش هو عبارة عن هذه كلها؟ تمام. الآن يا اخواننا لو انت اخذت مثلا في 2 مع جي 2 حيعطيني هذه مختلف لو انت اخذت في 3 وجي 2، حيعطيني مختلف لو انت اخذت في 4 وجي 1 ولا لا؟ لكن بدنا نفهم انه هاد بنسميها variable light domain، بتحكم فيها حاجتين، بتحكم فيها variable segment و joining segment. بدك واحدة من ال variable segment وواحدة من ال joining segment. الآن ال variable segment عبارة عن 95 amino acid، ال joining segment 13 amino acid، فأنت بدك واحدة من هان وواحدة من هان عشان تقدر تصنع هاد. إذن هاد حتصنعها حتتحد مع اللمضة أو حتتحد مع الكابا، وبهيك بتقدر تعطيني light chain. أعيد، بدك واحدة من ال V وواحدة من ال G عشان تعطيني variable light، وراح ال variable light اللي انت اعطتني اياها حتتحد اما مع اللامدا واما مع الجابا واما مع الجابا. فلاحظ اكم من احتمال راح يكون عندك، لاحظ اكم من احتمال مختلف راح يكون عندك. انا بدي اورجيك، انا قلت لك ال V تقريبا قول 40 وحده، 40 هي 40 يعني في 1 وفي 2 وفي 3 وفي 4 في 35 في 36 في 40. انت بدك واحدة يعني ممكن تاخذ في 40 مع ضرب الجي. قديش الجي؟ مثلا الجي 4 زائد يعني هاد مثلا الاحتمال تبعون الكابا، هدول احتمالات الكابا. طب نيجي على احتمالات اللامدا، اكم من variable segment 40 ضرب أكم من جي سيجمنت 4 وهذا احتمال اللامدا. طيب فبتقول الأول زائد الثاني، الأول زائد الثاني، تمام؟ يعني بدك تقول لي 40 ضرب 4 زائد 40 ضرب 4، تمام؟ إذا الأول زائد الثاني حيعطيني احتمالات الـ variable light domain، ال variable light domain. يا اخوانا واحد قال لي انت ليش حطيت زائد؟ عشان احنا كنا نقول اما كابا واما لمضة او وانتو عارفين او بتاخد موجب، او بتاخد موجب مش ضرب، تمام؟ اذا حيعطوني عدد احتمالات ال variable اسف عدد احتمالات اللايت تشين، عدد احتمالات ايش؟ اللايت تشين، اللايت تشين، تمام؟ ما انا حسبت هنا ال variable والكونستانت، تمام؟ طيب يا اخوانا انه انت تاخذ في 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 وجي وتحطهم مع بعض، هذه العمليه بنسميها الريكومباينيشن. هذه العمليه الريكومباينيشن، يعني انت تاخذ في 1 جي 5 ولا او جي 4، في 10 جي 4، في 35 جي 2، تاخذهم وتحطهم مع بعض. هذا يا اخواننا اسمه عملية الريكومباينيشن، اللي راح يقوم بهذه العملية انزيم بنسميه الريكومباينيز. الريكومباينيز مش راح يقوم بشغله الا اذا كان عنده حاجة بنسميها راج 1 او راج 2، الا لما يكون عنده راج 1 وراج 2. الراج عبارة عن R recombination، A activation، والجي جين. فهذا الجين اللي بيعمل activation لا recombination، تمام؟ يا اخوانا بدنا نميز between ال variable light domain وbetween ال variable segment، تمام؟ تمام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. فأنا بدي واحد variable segment وواحد جي segment تحطهم مع بعض عشان يعطوني variable light domain. ال variable light domain بدك تعطيها مع ال constant region gene. ال constant region gene إما كابا وإما لامدا عشان يعطيني ال light chain، عشان يعطيني ال light chain. اليونيك جين ري ارينجمنت
اللي عن طريق الريكومباينيشن. اخواننا بنسميها في دي جي ريكومباينيشن. طب انا هنا وين الدي؟ الدي ما كانت موجوده. الدي يا اخواننا حناخدها في الهيفي تشين، في الهيفي تشين وليس في اللايت تشين، تمام؟ اذا الفي والجي سيجمنت بتكون في اللايت تشين، لكن الفي والدي والجي سيجمنت بتكون في الهيفي تشين، والريكومباينيشن عرفناه. وهذا في الانتيبادي، لكن التي سيل ريسبتور نفس الشيء يا اخواننا، نفس العمليه. والله الانزيم اللي راح يقوم بعمليه الريكومباينيشن اسمه في دي جي ريكومباينيز، ريكومباينيز، وهو لا للبي وللتي سيل، تمام؟ والله هذا الريكومباينيز يحتاج الى راج واحد والى راج 2. ليش؟ لانه هذا الراج واحد عباره عن ريكومباينيشن اكتيفيشن جين. يا اخوانا ايش يعني؟ يعني الراج واحد عباره عن جين، عباره عن جين بيعمل اكتيفيشن للريكومباينيشن، للريكومباينيشن. والراج واحد والراج 2 بيكون موجود وين؟ في الليمفوسايت بريكيرسور سيل. اذا هو اساسي في الانيشيشن الريكومباينيشن في الليمفوسايت بريكيرسور سيل. اذا لو واحد سالك سؤال، هل الراج واحد والراج 2 مهم للقلب؟ قل له لا. مهم للبطن؟ قل له لا. الراج واحد والراج 2 مهم فقط للليمفوسايت، للليمفوسايت. لكن هذا الانزيم بكون موجود في كل التيشوز ومهم في كل التيشوز، ومهم في كل التيشوز، بس بدنا نفرق بين ذات، تمام؟ فإخوانا قلنا الراج واحد والراج 2 مهم جدا جدا في اول خطوه من عمليه صناعه ايش؟ الانتيبادي او الريسبتور تبع التي سيل. ما هو مهم في عمليه الريكومباينيشن، واول خطوه يا اخواننا هي اصلا الريكومباينيشن. ولو ما في ريكومباينيشن يا اخواننا كان اصلا انا ما قدرت، يعني اصلا عارف عملوا تجربه وش سووا في المايس؟ ايش عملوا؟ عملوا يا اخواننا نوك اوت. وينها راحت النوك اوت؟ عملوا يا اخواننا نوك اوت للراج جين. عارفين ايش يعني نوك اوت؟ يعني ألغوا الراج جين. يعني ممكن شالوا الراج جين، ألغوا الراج جين، يعني خلص الراج جين بطل موجود. إذا عملوا نوك أوت للراج هذا يا أخوانا، فهذا بطل موجود. فإيش صار عند هذا المايس؟ عنده صار سيفير كومبايند إميونو ديفيشيانسي. يعني عند هذا المايس صار عنده ديفيشيانت في البي والتي سيل يا اخواننا، صار عنده ديفيشنت في البي والتي سيل. وبالتالي لو انا انسان كان عنده ليك في راج واحد او في راج 2 راح يكون عنده يا اخواننا سيفير كومبايند اميونو ديفيشينسي سكاد، تمام؟ اعيد يا اخواننا، لما هنا عملوا نوك اوت للجين تبع المايس، صار المايس عنده ديفيشنت في البي والتي سيل، في البي والتي سيل، لانه اصلا الراج واحد والراج 2 مهم جدا مهم جدا مهم جدا للبي سيل والتي سيل. ليش؟ لانه مهم جدا مهم جدا في اول خطوه من عمليه تصنيع الميون جلوبيولين والريسبتور تبع التي ليمفوسايت، تمام؟ زي ما احنا عارفين انه هذا الانزيم الريكومباينيز موجود في الاول اوف ذا سيل، وهو برضو مهم جدا في عمليه الريبير تبعت الدي ان اي. اعيد، الريكومباينيز مهم جدا ايضا في عمليه الريبير تبع الدي ان اي. فاخواننا لو كان شخص عنده خلل في الريكومباينيز، في الريكومباينيز مش راح يكون عنده فقط نقص في المناعه، مش راح يكون عنده فقط نقص شديد في المناعه، وانما راح يتخلل امراض شديده جدا 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 ومنتشره في كل التيشوز. ليش؟ لانه الريكومباينيز موجود في كل التيشوز.
اما الراج واحد والراج اتنين جين، هدول بيكونوا برودكت ار اكسبريشن اكسكلوزليفلي في الليمفوسايت. يعني الراج واحد والراج اتنين بيكونوا وين؟ في الليمفوسايت. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. لكن لا ننسى يا اخواننا، لا ننسى انه الدي ان اي في كل الجسم واحد، الدي ان اي في كل الجسم واحد. يعني لو انا اخذت العين تبعتك هل حلاقي الجين تبع الانسولين؟ اه، لو انا اخذت العين تبعتك حلاقي الجين تبع الانسولين، لكن حلاقي الجين تبع الانسولين ان اكتيف. تمام. وبالتالي الراج واحد والراج اتنين موجود في كل التيشوز، لكن بيكون ان اكتيف في كل التيشوز، لكن بيكون اكتيف في الليمفوسايت. وكذلك الانسولين موجود الجين تبعه في كل التيشوز، لكن بيكون ان اكتيف في كل التيشوز، لكن اكتيف وين؟ في البنكرياس. ففي البنكرياس بيعطيني انسولين برودكت، لكن في العين ما بيعطيني انسولين برودكت. وكذلك الراج واحد والراج اتنين بيكونوا في كل التيشوز، في كل التيشوز، في كل السيل، لكن اخوانا ما بيقدروا يعطوني برودكت، ما بيصير لهم اكسبريشن الا في الليمفوسايت. فهم يا اخوانا بيصير لهم اكسكلوزليفلي اكسبريشن في الليمفوسايت. اما الريكومباينيز، الريكومباينيز بيكون له اكسبريشن في كل السيل، لانه اصلا بدخل في الدي ان اي ريبير. الان نبدا يا اخوانا الكابا تشين سينثيسيس. اخوانا صناعة الكابا تقريبا نفس صناعة اللامدا، تمام؟ الكابا موجودة في كروموسوم 2، اللامدا موجودة في كروموسوم 22، تمام؟ فلاحظ يا اخوانا، لما انت بدك تصنع انتي بادي واحد، لاحظ لما انت بدك تصنع انتي بادي واحد، راح يا اخوانا كروموسوم 2 راح يشتغل، وكروموسوم 22 كروموسوم 2 راح يشتغل، وكروموسوم 14 راح يشتغل. ليش كروموسوم 14؟ عشان الميو، يعني عشان الهيفي تشين، عشان الهيفي تشين. ف يعني العملية معقدة جدا. ما علينا، الان الكابا موجودة في كروموسوم 2. الكابا يا اخواننا طبعا احنا عارفين في انا عندي الفاريابل دومين، في انا عندي الفاريابل دومين يحتوي على الفي كابا. طبعا يا اخوانا لما يقول لي في كابا، مش احنا قبل كنا ناخد، يعني كنا نقول في لايت تشين، تمام؟ هنا ايش قال لي؟ في لايت تشين وفي اسف يا اخوانا، variable light chain وكنا ناخد variable light chain وكنا ناخد constant light chain، التنتين مع بعض بيكونوا لي light chain. طب لما انت تقول v وكابا مع بعض، طب ما هو ال v عبارة عن ال variable والكابا عبارة عن ال constant، فالتنتين مع بعض راح يكونوا لي light chain. واحد قال لي ما فهمناش، بقوله مش مشكلة عادي يا اخوانا، حنضلنا نعيد ونزيد بإذن الله عز وجل. لكن اللي بدنا نفهمه انه الفاريابل سيجمنت عباره عن 95 امينو اسيد، والجي سيجمنت عباره عن 13 امينو اسيد، تمام. الان فواحد قال لي الفي سيجمنت تقريبا 40 نوع، الفي سيجمنت 40 نوع. يا اخوانا لما انت بتقول في 1، لما تقول في 2، لما تقول في 3، يا اخوانا قول في يعني جين كامل، قول في يعني جين كامل يحتوي على 95 امينو اسيد. يعني انا عندي في 1 في 2 لعند في 40. يا اخوانا الفي الوحده تحتوي على 95 امينو اسيد. طب كل امينو اسيد 3 نيوكليوتايد، يعني الفي الوحده بدك تقول تقريبا تحتوي على 250 نيوكليوتايد، تمام؟ الفي الوحده، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. طبعا يا اخوانا مش احنا قلنا الفي من 1 ل 40، كل في لها ليدر، لها ليدر الخاص فيها، تمام. يا اخوانا المحترمين، لو انا لما بدي اصنع الفاريابل لايت تشين، مثلا بحتاج الى في واحد مثلا، ويعني هنا اطلع ايش قال،
طلع لاحظ اول اشي يا اخوانا كان هذا كان هذا مصفط هيك هيك كان مصفط اعيد يعني هان شايفين هيك بيكون مصفطات هيك تمام شايفين فمثلا يعني هيك بيكون في جسم الانسان تمام تمام فانا يا اخوانا مثلا لو بدي في 2 في 2 وجي 5 مثلا او هانا ايش كان بده كان بده يعني في 1 اخذها وفي 2 وجي 4 وجي 5 طب والباقي الباقي عمل زي هيك يا اخوانا وقصه قصه شايفين الباقي قصه هيو الباقي ايش يا اخوانا قصه فصار يا اخوانا الناتج عندك في 1 وفي 2 وجي 4 وجي 5 لكن بالنهايه برضه راح يصير يا اخوانا كمان مره قص راح يصير كمان مره قص ممكن ليش عشان انا بس بدي في وحده وجي وحده اعيد يا اخوانا ايش يعني عمليه الريكومباينيشن والله يا اخوانا عمليه الريكومباينيشن انه انا بدي في اربطها مع جي لما الفي اربطها مع جي بيعطيني فاريبل لايت دومين بعد كده بدي اربطها مع الكونستانت اللي هي اما تكون كابا واما تكون لامدا فبيصير ايش بيصير لايت تشين بيصير ايش لايت تشين لاحظ هذه الكونستانت يا اخواننا لحالها هذه الكابا هذه الكابا لحالها عباره عن 108 امينو اسيد هذه كلها 108 امينو اسيد عشان لو كده لو انت تلاحظ الفي لو انت تلاحظ في مع جي المربعين مع بعض بيساووا المربع حاد واحد قال لي ما فهمناش بقول له مش مشكله الان يا اخواننا هذا الجزء بنسميه variable light ال variable light كنا نقول ال variable light بده v segment و g segment ال v segment 95 امينو اسيد وال g segment 13 امينو اسيد فالتنتين مع بعض 108 تمام طيب هذا الجزء بسميه constant light وكله على بعضه 108 امينو اسيد 108 ايش امينو اسيد كله على بعضه تمام فانا ايش بدي اسوي بدي في وحده مع جي وحده عشان اربطها مع الكابا او اللمبه مع الكونستانت عشان يعطيني لايت تشين تمام هيو بالضبط هان فهذه هي عملية الريكومباينيز يعني هذه هي عملية الريكومباينيشن التي يعني عن طريق انزيم الريكومباينيز فبيختار مثلا في بداية الأمر بيختار ثلاثة variable segment تنتين جي segment والكابا أكيد راح تنزل الكابا أو الكونستانت أكيد راح تنزل بعد كده بعد كده الريكومباينيز بعد كده حيعطيني واحدة في وواحدة جي اللي راح ترتبط مع الكابا تمام هذا هي الريكومباينيز ايش اختار طبعا وباقي السلسلة يا اخوانا كلها بدها تنقص وتروح خلاص كلها باقي السلسلة بدها تنقص وتروح هذا يا اخوانا اللي بيصير في صناعة الكابا تشين سينثيسيس اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الان يا اخوانا في الهيفي تشين في الهيفي تشين الموضوع نوعا ما متشابه لكن الكونستانت في الهيفي تشين ايش راح يكون اما راح يكون ميو اللي يعطيني اي جي ام اما راح يكون دلتا اللي يعطيني اي جي دي اما راح يكون جاما 3 اي جي جي 3 جاما 1 اي جي جي 1 الفا 1 اي جي اي 1 جاما 2 اي جي جي وابسيلون اي جي اي اي جي اي وهكذا فهدول يا اخوانا لو انت تعدهم بيطلعوا 9 بيطلعوا 9 لكن هم بيطلعوا 9 صحيح لكن فعليا انا بستخدمهم از كثمان احتمالات ليش عشان الابسيلون عشان اسف عشان الميو الميو والدلتا بس بحملهم احتمال واحد واحد قال لي ما فهمناش بقوله مش مشكلة يا اخوانا مش مشكلة في بداية الامر في بداية الامر اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اجا انزيم الريكومباينيز تمام والله اخذ في 2 اخذ
دي 2 اخذ جي 5 و جي 6 اخذهم تمام تمام وبت... واخذ ونزل كل هدول ونزل كل هدول. طيب الان يا اخواننا زي ما انتم عارفين في بداية الامر انا بصنع اي جي ام واي جي دي. في بداية الامر بصنع اي جي ام واي جي دي. يا اخوانا بس بدنا نفهم الشغلة كيف بتصير. انا البيزوفيل تحتوي على ريسبتور. هذا الريسبتور عبارة عن انتيبادي. هذا الريسبتور اما اي جي ام واما اي جي دي. بيجي بيرتبط ترتبط البكتيريا، بيرتبط الانتيجين، بيرتبط الهيلمنث، بيرتبط الفيروس. بيجي بيرتبط على هذا الريسبتور اللي هو انتيبادي اللي موجود على البي سيل. تمام؟ فبيحفز البي سيل تتحول الى بلازما سيل. الان البلازما سيل هي اللي راح تصنع انواع مختلفة من الانتيبادي. فالبلازما سيل بتصنع الانتيبادي وبتروح بتكبهم في البلاد. فبسميهم سيكريشن انتيبادي. سيكريشن ايش؟ انتيبادي. فممكن تصنع اي جي ام، ها البلازما سيل ممكن تصنع اي جي دي، ممكن تصنع اي جي اي، اي جي اي، اي جي جي 1، اي جي جي 2، اي جي جي 3، اي جي جي 4. ولكن زي ما احنا قلنا في بداية الامر يتم تصنيع اي جي ام و اي جي دي. وبالتالي اول اشي ايش بقول لي هان؟ اول اشي انا بدي احط اي جي، بدي احط الام وبدي احط التي وقص الباقي. قلت له طب ليش بدك تقص الباقي؟ بقول له لاني حاليا انا يا اخوانا بدي اصنع انتي بادي ريسبتور. اول اشي بدنا نصنع الريسبتور. واحد قال لي تمام عملية الترانسكريبشن هو تحويل الدي ان اي الى ام ار ان اي اولي. فلاحظ الدبل ستراند، الدبل ستراند اتحولت الى سنجل ستراند. ما احنا عارفين يا اخوانا هاي الدبل ستراند تبعت الدي ان اي هيها. تمام، اول اشي طبعا انت بدك تفك الدبل ستراند تبع الدي ان اي عشان تعمل عملية النسخ لترانسكريبشن، وحيعطيني سنجل ستراند من الام ار ان اي الاولي. وانتو عارفين الام ار ان اي سنجل ستراند، حتى حاطط هنا خط واحد، حاطط خط واحد. ولاحظ في الام ار ان اي، لاحظ هاي ذيل الادينين والقبعة، شايفين هذه اخواننا الزرقة، شايفين هذه هي القبعة، هذه هي ايش القبعة. ما علينا، بعد كده بدك تشيل الانترون وتربط الاكزون مع بعض، وتربط الاكزون مع بعض. لكن قال لي هذا هو السبلايسنج، لكن لاحظ ايش قال لي. قال لي الترنيتيف سبلايسنج. ليش قال لي الترنيتيف سبلايسنج؟ عارف ليش قال لي هذا الكلام؟ اقول لك. قال لي عشان انت حتصنع اي جي دي وحتصنع اي جي ام، صح؟ بقول لك صح. فجزء حياخد الميو اللي راح يصنع اي جي ام، وجزء راح ياخد الدي اللي راح يصنع اي جي دي، راح ياخد الدلتا. تمام، فعشان كده سميته الترناتيف. طيب سبلايسنج، عشان سبلايسنج يعني بقص الانترون. ولاحظ يا اخوانا شايف هنا قص الجي 6. ما هو يا اخوان انا ما بدي الجي 6 فقصها. اذا هذا يا اخواننا عبارة عن اي جي ام، وهذا عبارة عن اي جي دي. تمام، لاحظ يا اخواننا الفاريابل بتكون قريبة من الامينو جروب، لكن الكونستانت بتكون قريبة من الكاربوكسيل جروب. اذا الفاريابل بتكون قريبة من الامينو جروب، الكونستانت بتكون قريبة من الكاربوكسيل جروب. فهمنا يا اخوانا ايش يعني alternative splicing؟ splicing يعني بدك تقص الانترون، بدك تقص اذا في عندك جي زيادة، اذا في عندك دي زيادة، اذا في عندك في زيادة بدك تقصه كله هاد. اما الالترناتيف اما حتصنع اي جي ام واما حتصنع اي جي اي. تمام، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. فتخيل يا اخواننا، تخيل يا اخواننا اقل من احتمال للهيفي تشين. لاحظ والله لو اخذ
الفي بدل ما ياخذ الفي 2 اخذ الفي 1، هي احتمال صح؟ طيب بدل ما ياخذ الجي 5 اخذ الجي 1، مش هذا مش راح يعطيني احتمال اخر. فلو بدك تيجي تحسب عدد الاحتمالات ايش راح تقول؟ ايش راح تقول؟ حتقول الفي 50 ضرب الدي، الدي 20، هيو حط لك هنا 20 ان ضرب الجي 16 6 اسف 6 صح. وبرضو هدول مش من ضمن الاحتمالات، مش من ضمن الاحتمالات تمام. ضرب ضرب 8 ضرب ايش 8. ليش قلت ضرب 8؟ عشان الميو والابسلون عشان الميو والدلتا مع بعض، فكل هدول يا اخواننا اضربهم مع بعض بطلع احتمالات، احتمالات الهيفيتشين. يا اخواننا سامحوني معلش انا غلطت وغلطه يعني كبيره جدا في لما كنا نحسب احتمالات اللايت تشين كنت احط زائد، وهذه اخواننا غلطه كبيره جدا تمام. الاصل هي ضرب، الاصل هي ضرب وليس زائد تمام يا اخواننا. لما انا سامحوني والله مش عارف ايش اقول، لما انا كنت استخدم كيف بدي احسب احتمالات اللايت تشين كنت اقول احتمال الفي في اللايت تشين 40 ضرب احتمال الجي في اللايت تشين 4. الان غاد زمان كنت اقول زائد وهي غلط، هي ضرب، هي ضرب ضرب اما كابا واما ايش لامدا، يعني ضرب 2 ضرب ايش 2 يا اخواننا بالله عليكم، ضرب وليس زائد، ضرب 2 تمام. هذا متى قلت ضرب 2؟ لما يكون يا اخواننا احتمالات الفي واحتمالات الجي في الكابا واللامدا نفس الاشي. طيب لو كانوا مش نفس الاشي هلقيت بتحط الزائد، لو كانوا مش نفس الاشي بتحط زائد. طب كيف ما فهمناش؟ بقول له ان شاء الله بناخد سؤال في الاخر وبنفهم تمام. لكن انت بتحط ضرب 2 اذا كانوا نفس الاحتمالات الكابا واللامدا، اذا ما كانوا نفس الاحتمالات بدك تحط زائد وتشوف الاحتمالات، ما علينا كتير. لكن تخيل يا اخواننا انت هان بدك تقول 50 ضرب 20 ضرب 6 ضرب 8 عدد احتمالات الهيفيتشين، عدد احتمالات، شوف احتمالات مخيفة جدا. طيب تمام تمام. الان يا اخواننا هاد بسميه كونستانت جين، هاد بسميه الفاري يعني كيف، هذا بدي اسميه مالتيبل جين وهذا بدي اسميه كونستانت جين صح تمام. يا اخوانا شايفين بفصل بيناتهم، شايفين بتوين الكونستانت، ها بتوين الكونستانت وي والمالتيبل جين في انترون، في انا عندي انترونات بتفصل بيناتهم، انترونات بتفصل بيناتهم. فيا اخوانا انا لازم اشيل هذه الانترونات، يعني شايف لازم اشيل الانترونات ليش؟ عشان اخلي هاد قريب من هاد. اذا في بداية الامر بس هنا يا اخوانا هو مش موضح عشان السلايد صغيرة تمام. طيب يعني هان بدنا يعني هذا ايش بقول لي؟ بقول لي الهيفي تشين على عكس اللايت تشين، انه الهيفي تشين تحتوي على دي سيجمنت اما اللايت تشين لا تحتوي على دي سيجمنت تمام. ف الدي عبارة عن الدايفيرسيتي اللي هي اكسترا سيجمنت للهيفي تشين. يا اخوان اخذنا الثيرد هايبر فاريابل اللي هي كنا نسميها الكومبليمنت ديتيرمنت ريجون سي دي ار 3 في الهيفي تشين. هذا وين؟ هذا يا اخوان هو الهيفي تشين تمام، قصده في السي دي الكومبليمنت ديتيرمنت ريجون 3 هنا يا اخوانا بتكون هان تمام. اذا قصده في هذا الكلام هان تمام. اذا الدي والجي سيجمنت كود فور امينو اسيد للثيرد هايبر فاريبل 3 تمام، ما علينا. الان انا في عندي مالتيبل جين كودينج فور سي ريجون، ما احنا قلنا السي ريجون بيكون فيها ميو بيكون فيها ايبسلون بيكون فيها جاما، ما علينا. لكن ايش بيقول لي؟ بيقول لي السي ريجون
في يا اخواننا حاجة السي ريجون بتفصلها عن الفاريابل هيفي على شكل لارج انترون زي ما احنا شفنا هان. السي ريجون بتنفصل عن الفاريابل هيفي على شكل بواسطة لارج انترون. هذا يا اخواننا لارج انترون. واحد قال لي انت قاعد بتقول لي variable segment وقاعد بتقول لي variable region. اخوانا variable segment يعني قصده في الفي هذه، لكن variable region variable region قصده في هذه. اخوانا اعيد، variable region تبعت الهيفي قصده في هذا، لكن الكونستانت الكونستانت هذا هذه كلها بالاصفر بنسميها الكونستانت، اما حتكون ميو اما حتكون ابسلون اما حتكون واما حتكون، تمام. فايش بقول لي؟ بقول لي كان يفصل الفاريبل ريجون عن الكونستانت في النص هان كان انترونات كتير لارج انترون، فانت راح تشيلها طبعا راح تنشال، تمام. باي لارج انترون هذا كان يفصل الفاريبل هيفي عن الكونستانت جين، وبالتالي بيصير الكونستانت جين كلوست تو ذا فاريبل جين، هو طبعا حيكون لميو ويلي الدلتا ذا فيرست ترانسكريبشن ديورينج بي سيل ديفلوب. يا اخوانا بي سيل ديفلوب يعني البي سيل بدها تحتوي الريسبتور، فاحنا قلنا بيصير اقرب واحد للفاريبل للفاريبل هيفي بيكون الابسلون اسف يا اخوانا بيكون هذا بيكون الميو ويلي الدلتا. اعيد، لما انت يا اخوانا تشيل هذا اللي هو عباره عن اللارج انترون، لما انت تشيله بيصير اقرب واحد للفاريبل هيفي اقرب واحد للفاريبل هيفي هو الميو، بعد كده الدلتا، بعد كده هذا يا اخوانا الدلتا رمز الدلتا وهذا رمز الميو. لو انا تلخبطت في الكلام ما علينا، بدكم تسامحوني انه انا بقول لكم هلقيت هذا رمز لميو وهذا رمز الدلتا، تمام. فلو انا تلخبطت خلص هذا رمز لميو وهذا رمز ايش الدلتا. فبيقول لي بعد ما انت تشيل الانترون اللارج انترون اللي كانت معيقة بتوين الكونستانت ريجون وبتوين الهيفي ريجون الفاريابل ريجون بيصير لميو اقرب واحد لهذا، تمام. يا اخواننا الانزيم تبع الريكومباينيز شغله نفس شغل اللايت، شغله نفس شغل اللايت، تمام، لكن يختلف بشكل بسيط جدا عن اللايت حناخده، لكن هنا قصده نفس شغل اللايت، تمام. ايش بيسوي هذا الانزيم؟ مش انا عندي يا اخواننا في ودي وجي، تمام، بدك واحدة في واحدة دي واحدة جي، بس ايش بيسوي الانزيم؟ اول اشي بيجي بربط دي مع جي، بيجي بربط دي مع جي، بعد كده بيجي يضم لإلهم الفي. اعيد يا اخوانا ايش بيسوي الانزيم اللي هو الريكومباينيز؟ بيجي بربط الدي مع الجي، واحدة دي مع واحدة جي، بعد كده بيجي بربط معاهم الفي، بعد كده بيجي بربط معاهم الفي عشان يعطيني الهيفي تشين، تمام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن يا إخواننا بس بدنا نفهم شغلة مهمة، هدول كلهم كانوا مسؤولين عن الفاريابل ريجون تبعت الهيفي تشين. طب وين الفاريابل ريجون تبعت الهيفي تشين؟ هيها، هذه هي الفاريابل ريجون تبعت الهيفي تشين، تمام. هدول كلهم كانوا مسؤولين عن الكونستانت ريجون تبعت الهيفي تشين. طب وين الكونستانت ريجون؟ هيها، تمام. فكان مفصول، فكانت الجينات اللي تبعت الكونستانت ريجون مفصولة عن الجينات تبعت الفاريابل ريجون تبعت الهيفي تشين بواسطة لارج انترون. فانت شلت اللارج انترون فصار اقرب جين لا الفاريابل ريجون هو الميو، هو ويلي الدلتا، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وقلنا الريكومباينيز بربط دي
واحدة دي وواحدة جي مع بعض، ثم بجيب لهم في في، والترتيب لازم تقول لي في دي جي، يعني كده بيكون ترتيب الجينات. انا بربط دي وفي مع بعض، بعد كده بيجي مين؟ بيجي الفي برتبط معاهم، والترتيب هيك، هيك دي الترتيب. يعني مثلا بنفعش تقول لي يا اخواننا في هنا ودي هنا وجي هنا، بنفعش. او مثلا تقول لي دي جي في، يا اخوانا بنفعش، تمام؟ لازم في دي جي، هدول التنتين مع بعض، ثم بتيجي هذه معاهم، ها في دي جي في دي جي في دي جي، هاي الفي وهاي الدي وهاي الجي. بنفعش اخوانا تيجي تقول لي جي دي وفي، لا بنفعش، تمام يا اخوانا؟ انتوا عارفين انه قلنا الالترناتيف سبلايسنج، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، كنا نقول الالترناتيف سبلايسنج هتربط، هيصير في النهايه في دي جي ام يو، اللي راح تعطيني يا اخوانا ايش؟ اي جي ام، في دي جي دلتا اللي راح تعطيني اي جي دي. هذا بيصير في الالترناتيف سبلايسنج. هيا في الالترناتيف سبلايسنج، في الالترناتيف سبلايسنج راح يعطيني في دي جي ميو في دي جي دلتا، تمام. لغايه الان يا اخوانا انا ماسنجر ام ار ان اي، لكن ماتشور ماسنجر ام ار ان اي، بالله عليكم لغايه الان يا اخوانا انا ماتشور ماسنجر ام ار ان اي. لما يصير لهذا يعني لهذا ترانسليشن، يعني عملية ترجمة، راح يتحول إلى اي جي دي. لما يصير لهذا عملية ترجمة راح يتحول إلى اي جي ام، وبالتالي الاي جي ام هو العبارة عن الانتيبادي، يعني هو العبارة عن البروتين. اذا ما يعني هذا عبارة عن ماسنجر ام ار ان اي، هذا ماسنجر ام ار ان اي، هذا ماسنجر ام ار ان اي، هذا هو البروتين، هذا هو ايش؟ البروتين، تمام. فبيقول لي التو ماسنجر ام ار ان اي راح يصير لهم ترانسليشن في الرف اندوبلازميك ريتيكولم عشان يعطوني اللهم صل على نبينا محمد البوليبيبتايد او البروتين اي جي ام اي جي دي، تمام يا اخوانا. بتصير عمليه الترانسليشن او الترجمه في الرف اندوبلازميك ريتيكولم، في الرف اندوبلازميك ريتيكولم يا اخوانا. الاي جي دي بسموه ميمبرين فورم، الاي جي ام بسموه سيكريتد فورم. يعني هان لما تقول لي السيكريتد فورم يعني اي جي ام، لما تقول لي الميمبرين فورم يعني اي جي دي. والله اعلم انا كده فاهم، انا كده يا اخوانا ايش فاهم. طب يا اخوانا انت ليش فطيت هذا السطر؟ انا يا اخوانا بدي اشرح له بعدين، تمام. هذه السلايد يا اخواننا بالضبط مش فاهم ايش قصده بالضبط، معلش. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الان يا اخواننا كيف بدي اعمل ريجوليشن للاي جين للاميون جلوبولين جين اكسبريشن؟ كيف الان في حاجه بسموها الليليك اكسكلوزيف، ايش قصده في هذا الكلام؟ تمام. الان يا اخواننا ايش يعني الليليك اكسكلوشن؟ ايش يعني؟ يعني يا اخواننا اذا انت عملت اكسبريشن لقليل راح تعمل انهيبيشن للاخر، ما فهمناش، تمام. احنا في بدايه الامر كنا نقول لو هذه كانت لمضه لازم هذه كانت لازم هذه تكون لمضه، يعني الكابا عملت لها اكسكلوشن. اعيد، لو كانت هذه لمضه لازم هذه تكون ايش؟ لمضه. اذا الكابا عملت لها اكسكلوشن، هاي اول اشي، تمام. لو كانت هذه اللمضه من الام، اذا لازم من الليل الام، اذا لازم هذه اللمضه تكون من الليل الام. اعيد، نعتبر يا اخواننا كانت هذه اللمضه عباره عن في 1 جي جي 2 جي 2، تمام، واللمضة بس رمز اللمضة يعني كده لمضة.
هدول من الأم لازم هذه يا اخواننا تكون من الأم كمان. كيف؟ لو انت في واحد وي جي اثنين واللمضة صح؟ تمام. واللمضة هيك لو كان هذا اللمضة اعتبر اجا من لبه، اعيد، مش هدول اللي يعني مش هدول راح يعطوني اياهم يا اخواننا الليل. طيب انا لما استخدم هذا الليل من الابو من الام، لازم الليل تبعهم هدول يكونوا من وين كمان؟ من الام. ليش؟ لو انت يا اخواننا تمام هنا اعتبر في واحد، وهنا برضو موجود في واحد لهادي تمام لهادي، لكن تخيل هادي انت من الام وهادي انت من الابو، تمام؟ هل حتضمن انه الفي هادي تتشابه مع الفي هذه؟ لا، مش راح تضمن. واذا لم تضمن بيكون انه هذه بتختلف عن هذه، وبالتالي مش راح تقدر تمسك في الابيتوب. اعيد، ما معنى كلمه الليليك اكسكلوشن؟ انه لو كان هذا الليل اللي بيصنع اللايت تشين من الابو، فانه لازم هذا برضه من الابو، وبالتالي تعمل اكسكلوشن لتبع الام. واذا كان الهيفي تشين صنعته مثلا من الام، لازم الهيفي تشين الثاني تصنعه من الليلات الام، فبالتالي تعمل اكسكلوشن لالليلات الابو، تعمل اكسكلوشن لالليلات الابو. واذا كان في الكونستانت ريجون تبعت الهيفي، حطيت ميو، لازم تعمل اكسكلوجن للباقي. واذا حطيت جاما لازم تعمل اكسكلوجن. اذا حطيت مثلا هان يا اخوانا، لو هان انت حطيت ابسلون مثلا، لازم في الثاني تحط ابسلون. بنفعش بدك تعمل تحط ابسلون وتعمل اكسكلوجن لمين؟ لا لا للجاما، مش للجاما، اسف، للميو، للدلتا، للجاما، لكل شيء، تمام. طيب اذا يا اخواننا، لكن بمصطلح الكتاب او خلونا نيجي على هذا الرسمه، انسوا الكلام كله اللي انا قلته، خلينا نيجي هلقيت ايش الكتاب بده منا. الالليليك اكسكلوجن، الالليليك اكسكلوجن بيقول لي هاي مثلا الكابا، وهي اسف هذه اللمضة، وهذه الالليلات تبعت الكابا الموجودة في جسم الانسان، وهذه الالليلات تبعت الهيفي تشين اللي موجودة في جسم الانسان. قال لك والله لو انت صنعت، يعني شايف هان هاي الانتيبادي، هذا الانتيبادي تمام، والله لو انت صنعت الكابا تبع الانتيبادي من الام، لازم الكابا الثاني تبع الانتيبادي يكون من الام، تمام. طيب وهنا نفس الاشي، والله لو انت صنعت ايش هذا الرمز، اعتقد برضو الكابا اللمضة باللون الازرق اللمضة، والله لو انت صنعت اللمضة من الام، لازم تصنع اللمضة الثاني من الام، بنفعش تصنعها من الابو. او الازرق يا اخواننا في الباتيرنال، لو انت صن يعني انا مش عارف اوضحها في هذا الرسم، خلينا هان هنا ايش قصده، اعيد من اول وجديد، ايش يعني الليليك اكسكلوشن يا اخواننا؟ الليليك اكسكلوشن للهيفي تشين الوحده، لو انت هذه اللايت تشين صنعتها من الام، فانه غصب عنك اللايت تشين الثانيه لازم تصنعها من الام وليس من الابو، تمام. طيب ممكن الهيفي تشين اصنعها من الابو، لكن لازم الهيفي تشين الثانيه تصنعها من الابو. يعني ايش قصده؟ ممكن الاقي لايت تشين من الام وهيفي تشين من الابو في نفس الانتيبادي، ممكن. اخوانا ايش يعني الليليك اكسكلوشن؟ الليليك اكسكلوشن للتشين الواحده، يعني ممكن اللايت تشين هذه تكون من الام، وهذه تكون من الام اكيد، والهيفي تشين من الام والهيفي تشين من الام، هي احتمال. ممكن اللايت تشين من الابو والهيفي تشين من الابو واللايت تشين هذه من الابو والهيفي تشين من الابو، هي ثاني احتمال.
ممكن اللايت تشين من الام لكن الهيفي تشين من الابو. اللايت تشين من الام لكن الهيفي تشين من الابو. وممكن الاحتمال الرابع اللايت تشين من الابو والهيفي تشين من الام. اللايت تشين من الابو والهيفي تشين من الام. يعني طبعا يا اخواننا هنا بيقول لي this phenomenon انه one only parental chromosome اللي هو من اللي عباره عن الليك اكسكلوشن. يعني لما انت تصنع تشين معينه من كروموسوم لازم تصنع التشين الثانيه من نفس الكروموسوم تبع نفس البارينتال. تمام طيب. يعني هنا برضو ايش بقول لي، هذا نفس الكلام اللي انا قلت لكم اياه. تمام لو 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 كانت التشين الاولى لامدا لازم تكون التشين الثانيه لامدا، يعني حتعمل اكسكلوشن للكابا. ولو كانت اللامدا من الابو لازم اللامدا في التشين الثانيه بتكون من وين؟ من الابو. تمام. وبالتالي لو كان يا اخواننا الكروموسوم او الاليلات تبعت الابو ضربات، تمام، فالابن هل حيصير عنده نقص في جهاز المناعة؟ لا. ليش؟ خلص حيصير يستخدم أليلات الأم دائما، يعني اللايت تشين يصنعها من أليلات الأم والهيفي تشين يصنعها من أليلات الأم. لكن لو كان أليلات الأب والأم ضربات، الأب والأم ضربات، حيكون عنده هيك نقص في المناعة. وإحنا قلنا ما هي فايدته الالليلك اكسكلوشن؟ ان يكون يا اخواننا مونو سبيسيفيك للابيتوب، لوان ابيتوب، يعني عشان اخلي التشين فقط سبيسيفيك لوان ابيتوب. تمام. يعطيكم العافيه جميعا. هذه باذن الله عز وجل يا اخواننا هعيدها في المحاضره الجايه لاهميتها. يعطيكم العافيه جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.